ليش ما بنحتفل بالكريسماس؟ هقلك، هني بيقولوا انه عيسى ابن الله او هو الله، بينما نحن بنقول انه عيسى نبي من افضل الانبياء وهو انسان خلق وليس هو الخالق. بنقول ان الله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه من سوره الاخلاص. نحن بنقول انه الله لا يشبه مخلوقات، ما بنقول انه انسان يخلق انسان. يعني شوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المقطع اللي حضراتكم سمعتوه ده لبنت صغيرة بتسأل أمها إحنا ليه ما بنحتفلش بالكريسماس؟ فالأم جزاها الله كل خير أجابت الإجابة الصحيحة وأجابت ما أملاه عليها دينها وما أقره دينها. لكن هذه الإجابة لم تروق للمنصرة التي تقول على نفسها أنها فلاحة في حقل الرب، ودلوقتي هتسمعوا ردها على الكلام اللي قالته هذه الأم لابنتها. مع الأسف أنت رديتي بجواب غلط. أنت مدة تعلمين بنتك مفروض تعلميها معلومات صادقة من القرآن وليس معلومات ناقصة ومعلومات كذب. أنت رديتي عليها أنه المسيح هو مجرد إنسان. الأم ردت لم تكذب على ابنتها في شيء، بل قالت الحقيقة وقالت ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أيضا مما قاله الله سبحانه وتعالى عن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وأستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وأستخرج الموتى بإذني، وإذ كففت عن بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لم تقل الأم إلا الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. صدق الله العظيم. إذن بنصوص القرآن الكريم المسيح بشر وليس إله. لكن المنصرة دي لها رأي تاني هنشوف ونسمعه مع بعض. هو مخلوق وليس خالق، وهي معلومة هو مخلوق وليس خالق. القرآن وهي معلومة لأن حسب القرآن سورة آل عمران 49 المسيح هو مو بس مجرد إنسان، هو خالق. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ويشفي المرضى ويحيي الموتى ويشفي المرضى. مذكورة عندك في القرآن، المفروض هذه الصفات. هي بتتكلم عن الآية اللي لسه كنت عارضها على حضراتكم من شوية، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يعني إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، واستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. إذن المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يفعل تلك الأمور بقدرته الخاصة، ولكنه فعلها بإذن الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أذن له وأعطاه الإذن أن يحيي أن يخلق من الطين كهيئة الطير ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، يحيي الموتى بإذن الله، يشفي المرضى بإذن الله. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى لم يمنح المسيح عليه السلام هذا الإذن، هل كان المسيح عليه السلام يستطيع أن يفعل ذلك؟ قولا واحدا لا، لا يستطيع المسيح أن يفعل ذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه وهو الذي أعطاه هذه الصفات. طبيعي جدا أن يكون معروف أن القادر على هذا هو الله وليس المسيح،
أن الخالق هو الله وليس المسيح، أن الذي يشفي الله هو الله وهو ليس المسيح، وهكذا. إذن نحن أمام حقيقة لا تقبل الشك، لكن هذه المنصرة هي هنشوف في المقطع القادم. تخيلوا هي حضراتكم شايف الخلق إزاي. وأتمنى أختي أنه لما تسألك بنتك لماذا رسول الإسلام محمد لم يأخذ هذا الإذن من الله أنه يخلق وينفخ في الطين ويكون طيرا ويحيي الموتى ويشفي المرضى ويتنبأ يعلم الغيب، لماذا رسول الإسلام ما استلم هذا الإذن وأخذ هذا الإذن من إلهه؟ أتمنى تقدرين تجاوبين على هذا السؤال، ولو ما أعتقد تقدرين تجاوبين لأن أكبر الشيوخ ما قدروا يجاوبون عليه. طيب أنا هجاوب على حضرتك، وأنا الفقير إلى الله، الضعيف إلى الله سبحانه وتعالى، المتلحف بلطف الله وستر الله سبحانه وتعالى. أولا أن المسيح عليه السلام لا يستطيع أن يفعل ذلك من أمر نفسه، وكلمة الخلق، كلمة الخلق يخلق هنا تحمل أكثر من معنى. أنا شيء يخلق من العدم أو شيء يعد تصنيعه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق سيدنا آدم فقد خلقه الله من مادة الطين، ربنا الذي هو أوجد الطين. السيد المسيح كل ما فعله أنه استخدم المادة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وهي الطين، شكل منها الطير فنفخ فيها بعد موافقة ربنا وبعد منح الإذن من الله سبحانه وتعالى أن يتحول هذا الطين إلى طير فتحول. ولولا أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك ما كانش ممكن أبدا لأخلق يقعد شكل من هنا البكرة وانفخ من هنا البكرة مش هيتحول لطير، لكن عشان ربنا أذن بذلك وأراد الله ذلك ومنح الأمر بذلك، منح الإذن بذلك. وهذا كما هو واضح في الآية، كل شيء ربنا يقوله بإذني بإذني بإذني. لو شلنا كلمة بإذني، لو ربنا مش موجود فيك إذنه هنا لن يستطيع المسيح أن يفعل أي شيء من تلك المعجزات، زي بالضبط معجزات سيدنا موسى لما شق البحر والعصا والحية ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين، وكل دي تمت بإذن الله وليس بقدرات السيد سيدنا موسى عليه السلام. طيب هل في ما يدل أن الخلق ممكن يكون شيء من معاد تصنيعه؟ نعم، ومن القرآن أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. تخلقون إفكا يعني الصنم اللي انتم بتصنعوه ده ربنا هنا سماه خلق. هنا الفرق بقى ايه؟ هنا هم صنعوا اصنام، هل الاصنام دي تحركت تحدثت مشت اي حاجه؟ ما حصلش، لان ربنا ما اذنش ان هذه الاصنام ليها بانها تتحرك، ففضلت زي ما هي. خلقت ربنا كل اللي ده القدره ان انت تشكل صنم، تشكل طير، تشكل دي بعد ربنا منح هذا الإذن. أما إن أنت تستطيع وتبث الحياة في هذا الشيء فهذا أمر لم يعطيه الله، فكانت أوثانا صامتة لا تتحرك ولا ليس فيها أي حياة. زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى من دلائل أن المسيح عليه السلام هو نبي، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هي استشهدت بجزئية تشكيل الطير ونفخه بإذن الله فيكون طير. طيب ده من القرآن، كويس جدا، فين الآيات دي؟ أنت فين من الآيات دي بقى؟ الآيات اللي احنا يعني سيدنا المسيح ربنا بيسأل سيدنا وانت قلت للناس اعبدوني انا وامي الهي اتخذوني انا وامي الهي من دون الله، قلت كده؟ فقال له سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني إذا دي ما خدتهاش لأن سيدنا ربنا قال على سيدنا المسيح أنه رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ما استشهدتيش بدون ليه؟ إشمعنا أنت عايز مصدقة الجزئية بتاعة أنه بيخلق الطين عشان على هواكي، واللي مش على هواكي مش عايزة تصدقيها.
طبعا ده يدل قد ايه ده بيحاول ان هم يثبتوا اي شيء. يعني انا الغريب جدا ان انت بتحاول تثبت ايمانك وبتحاول تثبت ان انت انسان يعني على حق من كتاب غيرك مش من كتاب نفسك، وده شيء غريب جدا. يقول ان ربنا بقى السؤال اللي هي قالته ان ربنا ليه ما اداش الاذن لسيدنا محمد انه يحيي الموتى ويخلق و و و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعطاه الله اعظم من ذلك، فقد اعطاه احياء القلوب قلوب الميتة. سيدنا المسيح معجزته انتهت خلاص مش موجودة، فين دلوقتي اللي بيحيي الموتى؟ مفيش. انه ينبئ دلوقتي بما في البيوت وما بين الداخلون، فين انه بيشفي المرضى، فين مش موجود، معجزات انتهت. اما معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باقية الى يوم الدين. معجزته احيا موات القلوب، احيا موات القلوب من ناس كانوا بتعبد اصنام واخرج الناس من الظلمات الى النور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حن له جذع نخلة ميت دبت فيه الحياة لمجرد رسول حط ايده عليه، قال له ان هو حزين على فراق ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيفارق الرسول صلى الله عليه وسلم بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال له ان انت هتكون معاه في الجنه. هي بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتنبأ. طب نشوف الرسول تنبأ ولا لا، وقال حاجات مجرد يقول للناس ايه اللي في بيوتكم وبتدخلون ايه، ولا قال على حاجات هتحصل بعد عده سنوات. اول حاجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخلافه بعده ان الخلافه في امتي ستكون 30 سنه ثم يكون بعد ذلك الملك. تمام، الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده. طيب يعني مده خلافه الخلفاء الراشدين هي 30 سنه. طيب نشوف كده الخلافه كانت كام. زي ما حضراتكم شايفين كده الامام ابي بكر الصديق خلافته كانت 2 سنة و3 شهور، الامام عمر 10 سنين ونص، الامام عثمان بن عفان 12 عام، الامام علي بن ابي طالب 4 سنين و9 اشهر، الامام الحسن 6 اشهر رضي الله تعالى عن حضراتهم وارضاهم اجمعين. لو جمعت حضرتك هذه السنوات لتجد انها 30 عاما بالضبط كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أدي أول حاجة قالها الرسول إن الخلافة هتكون 30 سنة وبعد ذلك الملك، وقد كان بعد ذلك الملك في ملك مقامة الدولة الأموية على يد معاوية بن أبي سفيان. تمام؟ طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا من بعد سقوط كسرى وقيصر لم يعد هناك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا كسرى ولا قيصر كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الدين، قال والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهذا حدث بالفعل، الإسلام امتد لكل بقاع الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح مصر وقال ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. كل ده الرسول ما تنبأش، كل ده الرسول ما قالش حاجة. تخيل حضرتك لما حد يبلغك بأمر وقتي، يعني دلوقتي انت بتكلم واحد بتقول له والله انت عندك في البيت كذا، طبعا ده شيء، دي معجزة، دي حاجة مهمة جدا. هل هذه معجزة تعد أقوى من معجزة أن يخبرك شخص بشيء سيحدث بعد سنوات مما أخبر منه به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث بعد سنوات؟ في يوم الخندق شكى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صخرة لم يستطيعوا كسرها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس وقال بسم الله، فضرب ضربة كسر منها سلف الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إن لا أبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ثانية فكثر سلط الحجر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لا أبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة كسرت بقية الحجر، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وهذا حدث اللي قال عنه الرسول بالضبط حدث، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء حدثت بعد ما قاله بسنوات، وهذا لا يقلل من معجزات السيد المسيح عليه السلام. من كتابهم نشوف دلوقتي هل المسيح بس هو الذي أحيا؟ هي بتقول إن المسيح إله عشان هو المسيح اللي أحيا. طيب فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا ربي إلهي لترجع نفس هذا الولد من جوف إلى جوفه.
فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. هنا إيليا أحيا الطفل. هل إيليا بس اللي أحيا؟ لا، إيليا بس مش وحده اللي أحيا، إليشع أيضا أحيا طفل أحيا. ودخل إليشع إلى البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن، ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. إليشع أحيا الموتى. طب إليشع عمل حاجة أكبر من كده. واحد مات حطوه دفنوه جنبه فلمس عظمه فقام، ومات إليشع فدفنوه وكانوا غزاة مواب تدخل على الأرض عند دخول السنة. وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر إليشع، فلما نزل الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. الله، ده إليشع عمل حاجة أكتر من كده. ده إليشع وفقا لكلامهم يعني أحيا ميت وهو ميت، مش هو حي، أقام ميت وهو ميت. سبحان الله، هذه أعظم بقى معجزة، ولا واحد صاحي أحيا واحد ميت؟ يعني أنا مش عارف بيفكروا إزاي. مش إليه بس ومش إليشع بس اللي أحيا، لا، ده حزقيال أحيا. كانت على يد الرب كانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما، فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. حزقيال أحيا جيش، إليه أحيا، إليشع أحيا، حزقيال أحيا، ده وفقا لكتابهم طبعا. ما عبدتوش حزقيال ليه؟ ما عبدتوش إليشع ليه؟ ما عبدتوش إليه ليه؟ ما هو أبي أحيوا برضه، ما هم دول أحيوا، ما قلتوش عليهم آلهة ليه؟ لكن المسيح نفسه ما قدرش ينجي نفسه، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. ما قدرش حتى ينجي نفسه من على الصليب أو يحيي نفسه، ما قدرش يمنع نفسه من الموت يعني. المسيح نفسه أو يسوع هم قال، فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو. عندهم صفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى حاشا في كتابهم. بيقول أصدمهم كدبة مسكل، كدبة مسكل، وأشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة. والله النص قدام حضراتكم مش جايب حاجة من كلبوة، كلبوة يعني يمزقهم وحش البريد. هل هذه صفات تليق بالله؟ احكموا انتوا يا جماعة بس، والله أنا مش هقول حاجة. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. الله هو الكل في الكل، والابن سيخضع، والابن ليس إله، والمسيح براء مما تدعون وما تحاولون أن تلصقون به من أشياء، هو براء منها، هو أمه الطاهرة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والمسيح هو ما هو إلا عبد لله ورسول لله، أتاه الله الكتاب والحكمة وجعله نبيا. المسيح ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتمنى الست المنصرة دي أكون ردت عليها. اللي بتقول إن في مشايخ معرفوش يرد عليها، أعتقد إن الرد مش محتاج منك يعني حاجة من الاثنين، إما أن تقري بالحقيقة، وإما أكل عادة أن تتغافلوا عن الحقيقة حينما نعرضها عليكم. إلى هنا تنتهي حلقتنا، وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.